احمد فاضل منورنا على التلفزيون اليوم السابع. نورك نورك يا ساره صاحبتي بره عن اللقاء ده، يعني ده بجد. طب نورنا جدا، وان شاء الله كسر الدنيا بدواعي سفر بجد يا رب. بجد ان شاء الله انا يعني انا شايف ان دواعي السفر بعيدا عن اي حاجه هو بجد هيعمل حاله جديده للناس كلها، انا شايف كده. عايزه هقول لك دلوقتي يعني علاقتك انت وامير نبتديها، مش هحرق، نسيب الناس تشوف الاول من غير ما انا ساكته ومش هحرق. علاقتك انت وامير عامله ازاي؟ هقول لك دلوقتي علاقتي انا وامير، احنا في علاقه اخوه ما بيننا في المسلسل من غير لما اخش فيها عشان اكتشفها مع الحلقات، ولكن يعني الحوار ان احنا بنكتشف مع الوقت ان علاقه الاخوه ما بين علي وسمير او سمير وعلي ان العلاقه معقده جدا وفي تاريخ كبير جدا ما بينهم هما الاثنين، معقد جدا، ابس وداونز وداونز كتير قوي. وسمير بيحاول يبقى مع علي بس الدنيا صعبه، وبنكتشف بقى مع الاحداث ليه الدنيا دي صعبه. عايزه اقول لك ايه اكتر مشهد ماشي بتحبه ليك في المسلسل؟ اكتر مشهد بحبه ليا في المسلسل، بصي في اخر مشهدين ليا، مشهد انا يعني مش عايز احرقه قوي برضو، بس مشهد هيتعرض بس بقى هو ده في الحلقتين الاخرين، فده بعد شهرين مثلا، فاهمه؟ فبس يعني هقول من غير حرق، في مشهد انا يعني بيبقى قدام يعتبر الكاست كله، فده مشهد بحبه قوي عشان هو يعني انا الاول كنت قلقان من المشهد ده عشان انا بمثل بقى قدام استاذ كامل الباشا واستاذه نادين وامير وغزي ودنيا واستاذ ايمن وكل الممثلين، فكنت الموضوع صعب، بس لما دخلت في المشهد وجودهم ساعدني اكتر ما هو قللني، ما خفتش على قد ما هو وجودهم حسسني يلا يلا كلنا مع بعض، فاهمه؟ فده والمشهد اللي بعديه برضو، وده بقى عشان محتوى المشهد نفسه، مشهد بيبقى تيرنينج بوينت قوي، كل العلاقه ما بيننا وامير طول الوقت وحشه، ده بيبقى فيه نوع من بيبقى احسن، فده بيبقى ده احساس جديد في المسلسل بالنسبه لي، فعشان كده استريحت واتبسطت فيه قوي. تجربه دواعي سفر بالنسبه لك ايه؟ تجربه دواعي سفر بالنسبه لي ايه؟ تجربه كالمسلسل يعني صح؟ تجربه حلوه قوي، جديده، مريحه جدا، يعني ده تاني مره اشتغل مع استاذ ناير، هو كان مؤلف بريفو، المره دي كان مؤلف ومخرج، فكانت حاجه مريحه قوي عشان انا يعني استاذ ناير انا بحبه قوي وعندي ثقه فيه كبيره جدا، يعني انا لما جالي الورق انا عندي ثقه كبيره قوي ان استاذ ناير هيعمل حاجه انا عارف ان هي مؤثره او ليها معنى، ليها قوه ليا وللناس اللي هيتفرجوا عامه، ومريح جدا عشان برضو حاجه ان هو مؤلف ومخرج، فهو الرؤيه كلها بتاعته والفيجن بتاعته كلها، فهو فاهم الادوار قوي وبيعرف جدا 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 يوصل للممثل اللي قدامه ايه اللي هو محتاجه من الدور ده. فبالنسبه لي بصراحه دواعي السفر من الحاجات اللي انا مستريحت قوي 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 فيها وانا بمثل فيها. مش عايزه اطول عليك، بس اخر اصحاب كامل الباشا تمام كان على طول بيقول لك ايه في كواليس التصوير؟ بصي انا واستاذ كامل يعني انا واستاذ كامل علاقتي بيه ادميريشن من بعيد، يعني بجد بحبه قوي من بعيد، انا ما اعرفوش يعني انا احنا ما فيش مشاهد ما بيننا، ما اتكلمناش قبل كده، بس انا اعرف عنه واعرف اعماله واعرف الحاجات اللي هو الاتشيفمنتس اللي هو عملها والحاجات اللي هو اداها وكل جوائز وكل اعرف عنه حاجات كتيره، فهو بالنسبه لي بجد راجل في مكان عالي قوي بالنسبه لي بقى، اللي هو ما يعرفنيش ولو سلمت عليها اللي هو ازيك عامل ايه يا حبيبي وبتاع، لكن هو ما يعرفش ان انا من بعيد قوي في ادميريشن كبيره قوي للشخص ده، ممثل بجد تحفه. الف مبروك ونورتنا ودايما في نجاح ان شاء الله يا رب. بجد شكرا ليك، شكرا يا ساره.